الشافعي هو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع الامام المحدث الفقيه صاحب المذهب قال الامام احمد بن حنبل ان الله يقيض للناس في راس كل مائه من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب فنظرنا فاذا في راس المئه عمر بن عبد العزيز وفي راس المئتين الشافعي قرا الموطا على مالك من حفظه من مصنفاته الام في الفقه والرساله في اصول الفقه واختلاف الحديث واحكام القران وغيرها توفي رحمه الله سنه اربع ومائتين من الهجره